صباح الخير. الورد الروسي أو العجينة السلك بلاستر من أجمل العجائن اللي ممكن نشكل بيها وننحت بيها شكل وردة جميلة جدا، سواء زهرة الجوري، الوردة الجوري، أو أي نوع من أنواع الورود. هي عجينة سهلة التشكيل، جميلة جدا، وسهل كمان التلوين. استمتعوا معايا بشكل الوردة اللي أنا شكلتها، وأتمنى أنك أنتوا تجربوها. هتلاقوا ليها فيديوهات كتير قوي عندي على القناة.